مستقبلهم أمانة، مبادرة تستهدف عمل الخير في الإمارات وفي مناطق مختلفة حول العالم، تعمل على رسم الابتسامة في وجوه الأطفال بشكل عام وأهل المستحقين على وجه الخصوص. الجدير بالذكر بأن مبادرة مستقبلهم أمانة تأسست في العاصمة البريطانية لندن، مسجلة ضمن المؤسسات الخيرية واتحاد المؤسسات البريطانية والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتعنى بالشؤون الإنسانية بشكل مباشر، وقامت بفعاليات في الإمارات وفي الأردن وفي مصر. لديها برنامج عمل خيري غير ربحي في أكثر من مكان خلال العام الحالي. يسعدني أن أرحب بمؤسس هذه المبادرة، مبادرة مستقبلهم أمانة، وسفير النوايا الحسنة الدكتور أيمن البياع. دكتور أيمن، مساء الخير، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا فيك. طبعا قبل ما نبدأ البرنامج، أنا حابب أنعي الإمارات حكومة وشعبا وسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على وفاة الشيخة حصة رحمها الله. رحمها الله، ونتمنى فعلا أن يرحمها الله بإذنه. معنا دكتور أيمن، مبادرة مستقبلهم أمانة، آخر ما قدمته هذه المبادرة من فعاليات كانت فعاليات أصحاب الهمم في العين. نعم. بمناسبة عام زايد الخير. نعم. حدثنا أكثر عن هذه الفعالية، نبدأ من آخر ما قدمتموه كفعالية وتركيزكم على أصحاب الهمم خاصة. هو عامة أنا هتكلم عن المبادرة، هي كانت مستقبلهم أمانة لأصحاب الهمم. اخترنا إمارة العين، العدد اللي كان موجود لأصحاب الهمم يفوق 75، حاولنا نعمل لهم يوم ترفيهي كامل. أعطناهم بعض من الهدايا، رسمنا البسمة على وجوههم. كان موجود عدد كبير من الإعلاميين ومن الفنانين، واتغطت بشكل جيد. وطبعا بنشكر الشيخ سعيد بن طحنون لأنه كمان شرفنا بالحضور ودعم المبادرة، وكانت من ضمن المبادرات الحمد لله نالت رضاء أو استحسان كل الموجودين. المبادرة، مبادرة مستقبلهم أمانة، تستهدف عمل الخير، انطلق من الإمارات ثم إلى باقي الدول. هون هي احنا ما بنعمل خير. يعني عامة احنا، أو أنا ضد كلمة عمل الخير، مش ضد الخير أو عمل الخير، لا، بس ضد الوصف. إنها تنطلق على مستقبلهم أمانة إن هي تكون عمل خير، لا، هو عمل إنساني. احنا نهدف للإنسانية، بنتعامل مع الإنسان. كل مبادراتنا بتهدف للإنسانية قبل عمل الخير. عمل الخير ممكن أي شخص ممكن يعمله، ممكن تقدم تروح لجمعية خيرية، ممكن تقدم وهذا عمل الخير وخلص. لا، إحنا بنحاول ننشر الإنسانية بين الشعوب، سواء كنا هنا، كنا ببلد أخرى، بالإمارات، بر الإمارات، بالأردن، بمصر، بلبنان، بأفريقيا. لا، إحنا عملنا إنسان. يعني كان هذا سؤالي اللاحق، هو الفئة المستهدفة أو الشريحة؟ لا يوجد شريحة مستهدفة. احنا مع، يعني احنا خلينا المستقبل، أو سميتها أنا مستقبلهم أمانة. دائما كويتشن مارك تجيني من بعد مستقبلهم أمانة، مستقبل مين؟ مستقبل الأطفال. كل ما عنده غد فهو مستقبل. مستقبل العجزة في المستشفيات، مستقبل المريض اللي وهو على أسرة المستشفيات بيحاول يطلع لغدا مشرق بالنسبة له. للمحتاجين، للفقراء، لأي مكان ممكن تلاقينا موجودين فيه. ما بنقول انه احنا مع فئة عمرية معينة. لا، انا رحت ببيروت كنت موجود في دار عجزة، بمصر كنت في مستشفى سرطان، عملت اكبر حملة يمكن الحمد لله وتوفقنا فيها. بس هي هدفنا احنا، مو هدف للأطفال فقط، مو هدف للكبار، مو هدف للنساء، مو هدف للرجال. احنا نحتوي الجميع. البسمة، انك ترسمي بسمة على شفا اي شخص، هو انسان، سواء هو بعمر سنة او بعمر 60 سنة. انا بالنسبة لي الفئة العمرية لا تعنيني، يعنيني المبادرة نفسها، او يعنيني الفعل نفسه. دكتور ايمن، لماذا اخترت هذه المبادرة؟ يعني ما السبب؟ هل من دافع ام فقط لي عمل إنساني؟ لا، قولي. يعني في اشخاص والله لا، ليش ده الحرجي؟ في كثير بسمعها الدكتور ايمن والله بيعمل شو اوف، ولا بعمل شو اوف، او ان انا بحاول ان انا اظهر نفسي. على فكره فيني انا اعمل اشياء كثير. يعني انا يمكن تعرفيني من قبل، انا كنت بالبرامج وكان عندي 6 برامج موجودين، وكنت ممكن اكمل في عمل ثاني غير العمل الانساني. انا حسيت بالعمل الانساني. انا ما كنت، اول ما دخلت اليونايتد نيشن او دخلت منظمه امسام كان من 5 سنوات. من 5 سنوات فعليا حياتي ما قبل كانت شيء، وحياتي ما بعد بقت شيء ثاني.
ما انا ما بقول في ان في استهتار اوكي او حياتي كان فيها استهتار ما كنت وصلت لاكبر درجه علميه واو لا بس ما كان عندي الوعي انك تدخلي منظمه تشوف المحتاجين تشوف تحسي بالامهم يعني احنا لما رحنا زرنا عمان وشفنا اللاجئين وقعدت معهم اربع ايام لا احساس غير لما تروحي لمستشفى مو لاقيين الدواء واطفال بتموت قدامك كمان بتحسي باشياء غير غيرت شخصيتي مع انه بقول لك المحامي قلبه قوي لا انا قلبي قوي في مهنتي اوكي بس انا باجي للنقطه العمل الانساني بقف. طيب في بعض التغطيات راينا وجوه اعلاميه راينا فنانين شباب يدعمون مبادره مستقبلهم امانه معكم الى اي مدى يعني وجود هؤلاء المؤثرين والشباب خاصه في مثل هذه المبادرات الانسانيه يلقى تاثير ويعني يكون له تاثير بشكل اكبر احنا يعني أو يمكن كانت الفكره او 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 انا ابدعت الفكره هاي انه الاشخاص او انه الشعب عامه يحب يشوف الببليك فيجرز او المطربين الفنانين الممثلين وما بيحب يشوفنا احنا اوكي خلينا نكون صريحين احنا حاولنا ان احنا نضمهم معنا نعمل عمل مشترك شراكه اجتماعيه شراكه اجتماعيه الفن عليه كمان الزام ضد العمل الانساني فحاولنا ان احنا نجذبهم لإلنا لقيناهم هم بدهم يعني انا كان معي اسامي كثير كبيره وبشكرهم جميعا طبعا وما بدي اشكر بالاسم عشان ما يفوتني حدا كل اللي كانوا موجودين معنا سواء بمصر سواء بالاردن اللي سافروا وتركوا اعمالهم وتركوا تصوراتهم وتركوا واجوا معنا وسافروا وتحملوا الشقاء وتحملوا هاي اشخاص كمان عندها انها تعطي عمل انساني بس ما لقيت يمكن ما لقت الطريق فاحنا حبينا ناخذ الوجوه المعروفه لتنجح مبادراتنا اوكي بس مش عشان ان احنا نشهر المبادره لا انا بدي المبادره تشوفوا ان في يعني اطفال يعني العمل المؤثرين لديهم دور كبير في العمل الانساني دكتور ايمن كلمه اخيره في 10 ثواني لمستقبلهم امانه وهذه المبادره ومستقبلها في عملها الخير مستقبلهم امانه ان شاء الله هتكون موجوده دائما على الارض وانا بتمنى انه كمان سنة نيجي نقعد نفس المكان ونكون أعمالنا توسعت أكثر من موجودة عليه نتمنى لكم التوفيق ونشكرك جزيلا على قدومك للاستوديو هذا اللقاء دكتور أيمن البيع سفير نوايا الحسنة ومؤسس مبادرة مستقبلهم أمانة شكرا لك دكتور.